مرحبا بكم مشاهدين، حياكم الله. يا رب تكونوا بخير وعلى خير خوتي خواتاتي. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو من الاطلس ما شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك يوصلكم كل جديد. اليوم جبنا لكم واحد السجاده او الزربيه اللي نسجاتها الاستاذه صفيه من منطقه الاطلس. تبارك الله، هذه النجمه مغربيه. تبارك الله، هاد النساء كتزهر بواحد الذكاء ما شاء الله عليهم. شوف كيفاش كدير هاد الزخرفه، يعني نسيج ما شاء الله، ويعني مهندسه ومصممه تبارك الله عليها. يعني ماشي قاريين هادشي ولا، وانما كيتعلموا هادشي منذ نعومه اظافرهم ما شاء الله. الانامل ديالهم كتحط ما شاء الله واحد بحال نقولوا الذهب ما شاء الله تبارك الله. والنساء المنطقه كيخدموا الجلالب، تيخدموا يعني ملي كتجي الصوف تيبقاو يغسلوا، ملي تيمشيو يحيدوا الصوف من الخروف كيغسلوها، ثم كيقرشلوها وكيغزلوها، من بعد كتصبغ، من بعد يعني كدوز من واحد الامور عده باش كيديروا واحد اللوحه الفنيه ما شاء الله تبارك الله، كانها كمبيوتر الله يزيد ويبارك بسم الله عليها. شوف الاناميل ديال هاد الامراه الشجاعه البطله كيفاش كت، يعني بحال اللي كنقولوا كانها لوحه فنيه، يعني الزخرفه كانها مرسومه بالكمبيوتر الله يزيد ويبارك. تبارك الله، تحيه للناس المغرب الاطلس، تحيه بالخصوص الله يبارك. الصراحه يعني اللسان يعجز عن الكلام بهاد اللوحه الفنيه الجميله، يعني تبارك الله. وكانوا كيخدموا حتى الحصاير، وكان الحنبل الحنبل هذا كيتا هو بالزخرفه الاسلاميه الامازيغيه الاصليه الاطلسيه. وكاينه واحد المنسج عاوز واحد تيقولوا لها ترحالت، وكاين الحنديره، وكاين عده اشياء يعني المنتوج يعني المغربي الاصيل بحال اللي تنقولوا. شوف يعني استاذه يعني ما شاء الله اصابعها كي كيقولوا بواحد اللغه المشرقيه، اصابعها تتلف ذهب الله يزيد لها ويبارك بسم الله ما شاء الله عليها. يعني النساء بحال هكا ماشي مثلا كيكونوا غير خدمه ديال الدار، ويعني كيكون تربيه الاطفال، وتما تتخدم النسيج وكتصبن وكتدي الدراري للمدرسه. يعني تبارك الله النساء بهاد المنطقه ما شاء الله تبارك الله، يعني كي معروف عليهم الشجاعات، ماشي بحال هاد البنيتات ديال هاد اليوم. يعني غير كلشي كتنوض، الغساله كاينه، العصاره القهوه، الغساله الماعن، يعني كل شيء موجود غير النساء اللي هما كان زمان حتى الميله بغاتو كطلعوا من البير، الا بغات كتعجن كتخرج تحطب. يعني ما شاء الله تبارك الله. شو كي كتبين لكم الاخت، يعني هاد النسيج رطيب ومنتوج محلي ويدوي، احلى شيء. يعني الانسان منين تجلسي على هاد اللوحه الفنيه تعرفيها يعني راكي انتيا، يعني هذا نسيج ايديك، كيقول هذه شغله ايديا وحياه عينيا، شي حاجه جميله جدا جدا. تحيه لاختنا صفيه. اكتبوا لنا في التعاليق كيفاش جاكم هذا السجاد الاطلسي المغربي، اكتبوا لنا في الكومنت وان شاء الله تحياتي لكم. غادي تشوفوا دابا تبارك الله كيقطفوا هنايا البرقوق، يعني حتى هو هاد تبارك الله هاد المنطقه كتزهر بالفلاحه، وما شاء الله منطقه مائيه وسقويه الله يزيد ويبارك. شوف تبارك الله هاد الرزق تسيدي يا ربي كيخلاوها، الشلح ديالنا الرزق تسيدي يا ربي، الله يبارك ويرحم ربي من زرع هاد الجريده وخلاها هكا، الله يجعل مثواه الجنه ان شاء الله. نتمنى تدعيوا له يا ربي انه هو في دار الحق، الله يجعل سيدي ربي يرحمه ويرحم جميع الموتى المسلمين باذن الله. شوف هاد الجريده
هذه الحاجه راه جالسه تتحيد هذا البرقوق تبارك الله. وصل عنبي والجو جميل جدا. نتمنى يعني ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك. يوصلكم كل جديد مشاهدين، تحياتي لكم اينما كنتم. غادي نخلي معكم واحد الاغنيه الامازيغيه الكلاسيكيه. تحياتي لكم الى اللقاء في فيديو اخر. لكم ما شاء الله تبارك الله مشاهدينا، تبارك الله شاد رزق سيدي ربي، يا ربي يرزقنا ان شاء الله ويرزقكم بهذه الفاكهه الجميله ان شاء الله. كل واحد ربي يعطيه ما تمنى. طبعا بحال اللي كنقولوا حنا عندنا في المغرب الفاكهه كتاكلها حلوه، يعني ما فيهاش يعني ما فيهاش الكيماويات، ما فيهاش شي حاجه عاديه. ما شاء الله بحال اللي شتو تبارك الله. وصل عنبي الخير سيدي يا ربي، للذكر يا ربي ترحم اللي زرع. هذا واحد الخال ديالي الله يرحمه ويوسع عليه ويجعل مثواه الجنه، هو اللي زرع هاد الجريده. دايم الله خوتي الله يجعل سيدي ربي يرحم جميع الموتى المسلمين ان شاء الله. بحال اللي شتو يعني تبارك الله، يعني خيرات سيدي ربي في هاد البلاد السعيدة. الله يجعل سيدي ربي يحفظ بلادنا المغرب ويحفظ وليدات المغرب أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. بحال اللي كتشوفوا تحية للمغاربة اللي كيخدموا بلادهم وكيشوفوا شي حاجة بحال هكا ما شاء الله، يعني تيخدموا على بلادهم ويخدموا على الديور ديالهم. تحياتي لهم بحال اللي شتو، ويا ربي يعطيكم اللي تمنيتو في خاطركم ان شاء الله، اللي هما الجاليه المغربيه في اوروبا وفي الخليج واينما كانوا. وبغيت نقول لكم اخوتي ان شاء الله يعني تبارطاجي وتفرجوا في هذا الفيديو، تبارطاجي وفضلا وليس امرا. يعني شوف الفيديو، هذا الفيديو هذا راه كيجيونا من المغرب، ماشي يعني نقولوا انا راه يعني انا الاقامه ديالي خارج المغرب، ولكن عندي تبارك الله مرين الدار كيصوروا ويصيفطوا له هذا الشيء. يعني القناه كتمتاز يعني ما بين الصور في المغرب، وهنا عندي انا من كيكون عندي عاوتاني شي فيديوهات كنحطهم بحال اللي تنقولوا كتتجمع بين المغرب وبين الدوله اللي انا مقيمه فيها. نتمنى الكومنتات اخوتي والبارتاج فضلا وليس امرا. تحياتي لكم مشاهديني او مشاهدانا.